طيب مساء الخير، شاكر جدا لتحت الفرصة. عندي 5 نقاط بالنسبة للفرصة بتاعت المداخلة الأول. دي المرة تقريبا الرابعة أنا أحضر المنبر ده. التيار السلفي أو الإخوة السلف قضايا ما القاعدين يطرحوها هي قضايا مكررة، يعني بالنسبة لي قضايا العلمانية، قضايا الحرية والتغيير، يعني هم بالواضح ضد الحكومة دي باعتبار انه توجهاتها يسارية، واي زول هو مؤيد الحكومة دي هو علماني او شيوعي او جمهوري. دي النقاط اللي انا قدرت اطلع منها من المنبر اللي بالداخل هنا. ما في اي قضايا جديدة، يعني هم في زمن الكيزان ما كان قاعدين يحاربوا العلمانيين ولا الشيوعيين بنفس النبرة الحاصلة الان، لانه في فرص كثيرة متاحة في ظل نظام حر ديمقراطي ونظام بيدعم الحريات جدا جدا. فيتمنى من الإخوة السلف انه يتناولوا في قضايا كثيرة حية وينوعوا على اساس انه يوصلوا رسالتهم، بما انه بيقولوا انه رسالة السلف هي رسالة بتاع التوحيد وأمة واحدة. يعني النقطة الأولى بتاعت المداخلة الأول قال انه نظام الإنقاذ كان بيساعد في إنشاء الكنائس، حتى ذكر انه نظام المؤتمر الوطني او الحركة الإسلامية كانت حركة علمانية باعتبار انه احد الأساقفة المسيحيين كان عضو في المؤتمر الوطني. ودي نفس الحاجات اللي قاعدة تنادي بها العلمانية كدولة مواطنة، انه انت سواء كنت مسلم سلفي، سواء كنت شيعي، سواء كنت زرادشتي ولا كونفوشيوسي، انت تاخذ حقك هنا تمارس. الان الجامع ده جوا الداخلية هنا ما في دستور نص انه ما يتعمل جامع. لو الناس دي بجد قاعد حارب في الإسلام، أو حتى نقاطكم باعتبار إنه جامعة الخرطوم هي أسسوها الشيوعيين ولا أسسها غردوم باشا ولا غيره، أتاحت فرص جميلة شديد إنه يكون في روح بتاعت تعاضد ديني وتاعت حريات. ودي نفس الحاجات اللي بننادي بها كعلمانيين. أنا الآن علماني متوافق جدا مع اي حاجه بتنادي بها الدوله العلمانيه. انا حواصل، يعني انا علماني، يعني الاخوه السلف يتخذوا فكره اي زول جا خش في المنبر هو يعترف انه علماني ولا شيوعي او جمهوري او يسيء للتيارات دي. انا علماني وداعم خط العلمانيه جدا جدا وما عندي اي تردد. دي نقطه واحده. نقطة الثانية، ليه حقوق المسلم أعلى من حقوق أي زول عنده ديانات ثانية مسمى إنه هو كافر؟ بالنسبة لي ما مشكلة، معلش، يعني إنه الآن بيدعو لي حاجة زي دي الآن ما عندنا إشكال، يعني نشوف إنه العلمانية دي هي غلط، يعني إفك وكذب وهي ضد الديانة وكذا. الآن أطرحوا مشروعكم البديل الإسلامي أو تصوركم للدولة الإسلامية دي هي كيف؟ دولة الشريعة الإسلامية. الآن أطرحها، لا حرية وتغيير حاربت التيارات السلفية، لا حرية وتغيير منعت وجود الدين هنا كعقيدة. في نقطة رابعة اللي هي هل قضيتنا إسلام؟ المتحدث الأول ذكر الحاجة دي. لا، الآن لو في أي تيار جاء قاعد إنه يدعو لفكرة معينة، فلنفترض انه غير حركه لا 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 الاخوان المسلمين، في حركه الاخوان المسيحيين مثلا، حنقيف ضدها لانها بتاسس لفكره دينيه معينه وحتقصي باقي الكيانات اللي هي بيعتقد في ديانات اخرى. يعني القضيه ما اسلام، عشان نكون واضحين، يعني العلمانيه ما قاعده تكرس لانه يا اخي دي دوله المفروض يكونوا فيها ناس غير مسلمين، او قضيتنا احنا الاسلام. لو في مسيحيين ولا لو في هندوس ولا يهود، نحن برضو حنقيف ضدهم، لانه على مر تاريخكم بيشوهوا الفكره دي. ما طرحتوا اي فكره بديله غير انه تقيفوا ضد الناس ديل. في افكار كثيره هي قاعده تستثمر الجو بتاع وجود التيارات السلفيه، حتى الجمهوريين الان فكرتهم هي مربوطه بوجود السلفيين ديل. الان الدعوه السلفيه الخطر بالنسبة لي والمهدد وجود التيارات العلمانية والشيوعية أو التيارات اليسارية على وجهها كلها. فلنفترض أن التيارات اليسارية دي كلها ما في،
بديلكم شنو؟ دولتكم شنو؟ الإسلامية اللي قاعدين تنادوا عنا لألف وأربعمائة سنة كسلفيين. عندي نقطة أخيرة برضو، أنا اللي قاعدت كلها في المداخلة الأول كان، هل طموحاتكم في الجنة حور عين؟ ده أنا حور عين بطرح السؤال ده. بالنسبة لي إنه الآن بافتراضاتك كسلفي بتشتغل منبرك هنا الآن، أنت بتعمل حاجات دي ما عرفت إنه الإسلام ده هو دين خطير شديد، أو أنت قمت خشيت في رحلة بحث عن إنه يا أخي أشوف إنه في ديانة اسمها الإسلام. أنت الآن مسلم على أساس إنه قمت لقيت أسرتك ومجتمعك مسلم، فلنفترض إنه اسمك جون فيتز جيرالد مثلا، اتولدت في تورنتو، حتقوم مسيحي لأنه حتلقى حبوبتك كاسرين وجدك مارك مسيحيين. المسألة ما مربوطة بالحاجة دي، ارتباطك بالديانة دي يعني بصفة معينة انت عايز توصل لطموحات معينة يعني، ودي الفكرة انت قاعد تدافع عنها. دي نقطة ممكن اختم بها، بس عايز انبه لحاجة يعني، المهاترات بجد انا ما عندي مشكلة انه لو جيت في ظل نظام ديمقراطي حقيقي ولا جيت انا طرحت دولتي العلمانية، ما عندي مشكلة انه الاسلاميين ولا السلفيين انه جاي يطرحوا رؤام، لانه ما بيتعامل بدوغمائية معينة. انت الان لك حريتك تطرح، لكن ما من حقك انك تقصي ولا تشوه صورة معينة. شاكر لتحت الفرصة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن دارين يا أخواننا النقاش يمشي لنقاش نقاش علمي، نقاش من مراجع، نقاش من كتب، وللأسف الشديد يعني غالب المداخلين الخشوا ديل ما في واحد ذكر يعني نقاش من يعني مراجع وكتب. طيب أنا دار أمسك نقطة وأمشي لي قدام. النقطة المهمة، قال أنا علماني وأنا ما ضد الدين، قال أنا علماني وأنا ما ضد الدين. فنحن بنقول لك يا إنت ما فهم العلمانية يا ما فهم الدين، واحد من الاثنين. لأنه لو رجعنا لتعريف العلمانية اللي حفظه الشباب اللي قاعدين ديل جزاهم الله خير، قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس، صرف الناس لاحظ، من الاهتمام بشؤون الآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. وسكيولر في القاموس الصغير حق أنطوني إلياس تعني دنيوي أو لا ديني، عرفتها دي العلمانية. نديك نموذج الصادق المهدي، دي جريدة بتاعت التيار، الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، الموافق 26 ربيع الأول 1440، العدد 2413. لأنه قال العلمانية ما ضد الدين، ونحن قال ما جاي نحارب الدين، وطبعا ده كذب، ده كذب، كلامك ده كذب أو جهل، يعني يا أنت جاهل بالعلمانية أو كذا وكذا، أو أنت ما عارف العلمانيين. ده الصادق المهدي عرفت في جريدة التيار بالبونط العريض، قال متغيرات العصر تسمح بالتساوي في الميراث، متغيرات العصر تسمح بالتساوي في شنو؟ في الميراث. والميراث ده فريضة ربنا سبحانه وتعالى قسمه ونزله، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أها ده معارضة للدين ولا ما معارضة للدين؟ طيب ده واحد. عندك الشيوعيين هنا، دي الكتب بتاعت الشيوعيين، الدينين الكتاب
بيان الحزب الشيوعي عشان نوريك وديل علمانيين الشيوعيين. انت بتقول انا علماني ساكت وما عارف العلمانيه، ولما نتعصر شديد داري يقول العلمانيه هي ما ضد الدين. الكلام اللي قالوا ناس الحركه الشعبيه في الاعتصام، اللي قالوا اسمه منو؟ عمك الكبير ذاك محمد، اسمه منو؟ محمد يوسف مصطفى مش؟ قال الدوله ما عندها علاقه بالدين، او على الاقل قال نقول الدين ما عندوش علاقه بالدوله. انا ما عارف الفرق بيناتهم شنو؟ العبارتين ديل عرفتها؟ الليله الحلو ما داري يوقع اتفاق بغض النظر عن صحته ولا ما صحته. ليه ما داري يوقع اتفاق؟ ليه؟ لانه قال داري شنو؟ علمانية الدولة، ما دارين دين. طيب هنا صفحة 39، الصفحة 39 احنا بنوريك انه العلمانية ضد الدين. لو دي مشكلتك عشان انه تخلي العلمانية او تحافظ على الدين والاسلام، احنا بنوريك العلمانية من المراجع ومن الكتب، وزول يا اخواننا لا ألف لا كتب لا اجتهد، وناس قبلي والناس جابوا العلمانية ديل اجتهدوا وكتبوا وألفوا وخلوا وراهم كتب تتبعهم أوزارهم إلى يوم القيامة. انت الليلة دار تجي بس بكلمة في منتدى، بكلمة بس في منتدى تجي تشطب ليه العلمانية كلها؟ انت ما تخليك صريح، قول يا اخواننا نحن علمانيين وضد الدين عديل، عشان نجي الناس تناقشك ولا شنو يا شباب؟ هاي خليك زول راكز، خليك زول نجيط. طيب هنا قال هو العلمانيين بيقول لك كونه ذاته يسألون عن الموضوع ده ذاته موضوع بتاع سخرية، ديل الكفار الكبار زي إنجلس وماركس. قالوا ولا شد ما يضحكنا هذا الذعر فوق الأخلاق. عرفته؟ قال الذي توحيه إلى البرجوازين إشاعة النساء الرسمية التي يزعمون أن الشيوعيون يدعون إليها، ليست بالشيوعيين حاجة إلى إدخال إشاعة النساء فهي تقريبا كانت موجودة. ها رأيك شنو في الكلام ده؟ رأيك شنو في ربنا حرم الزنا؟ رأيك شنو في ربنا سبحانه وتعالى حرم الاختلاط؟ رأيك شنو في إنه الإسلام والدين حرم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ رأيك شنو في إنه الإسلام حرم المصافحة؟ ربنا قال ولا تقربوا الزنا، مش قال ما تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني شارع ذاته ما تجيبوا. العلماء قالوا وهذا أبلغ في النهي. دي العلمانية دارة تجيب لنا إشاعة صريحة للنساء زي ما قالت منو؟ أوبجكتيف. قالت شنو؟ سألوها بعد ما البرنامج داك انتهى، قالوا لا رأيك شنو في التعدد أو حاجة زي دي؟ قالت أنا المؤسسة ذاتها رافضة. وطيب أنت جيتي بشنو؟ جيتي بالشعبية بحري؟ قالت رافضة المؤسسة ذاتها. دي أهل الشيوعية. طيب قال الشيوعية ما ضد الدين، هو يا ناس انتوا واعين؟ انتوا واعين؟ انتوا ما تبقوا عديلة بقولوا يا اخواننا ما دارين دين. تكلموا عديلة عشان الشعب السوداني ده يعرفكم، لكن اتعصرتوا بجاي، ربنا عصر عليكم عصركم في الدنيا دي لأنه عارضتوا دينه. خلاص؟ ونحن بجاي بنجي نعصركم، نكشفكم للناس. طيب هنا قال أما الشيوعية صفحة 39 فهي تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما، فهي تناقض إذن كل التطور التاريخي السابق. هذا كلام واضح. الشيوعيين قال لك نحن ضد الدين، تقول لا والله العلمانية ما ضد الدين. يا ناس ما تكذبوا، وشوف الزول مما تلقاه كذاب. دي نقطة بيشترك فوق الزول ده مع الكيزان، دي من النقاط بين العلمانيين والكيزان في تفاضل وتكامل. تكامل الكوز بيطلع حريه والتغيير، تفاضل الحريه والتغيير بيطلع كوز. هذه دي نقطه واحده سبيتها عندك الكذب. وبرضه قبل شويه الجمهور قبل شويه برضه قبضه زره، عرفته؟ كذابين هذول. نحن جايين بمراجع وتعبانين ويقول لنا نحن ما استفدنا حاجه، وانتوا الطلاب ما بتقدموا لهم معلومه، واخواننا ديل جزاهم الله خير بيشتروا الكتب حقتكم ويمشوا يقروها ويسهروا فوقها ويجيبوها للطلبة ويقول لهم يا طلبة منهج الجماعة ده الباطل لأنه ده الكتاب، ومنهجنا نحن الحق ده القرآن والسنة. نتحداك تعال ناقشنا فوقه، تجي انت تكذب لأنه منهجك شان وتحاول تدزز فوقه، تقول لا والله نحن ما بنسوي كده. ما الكذب حبله قصير صح؟
وفي الروضة أنا ما أعرف النازل السلم التعليمي ده بدلا من السقف ولا شنو عرفتها؟ قال لك الكذب حرام، ناس الروضة ذاته يقطع اللسان من ورا وقدام. انت زول كبير والله، انا زول ده لما جاء خاشي والله قلت الله يستر بس عرفتها؟ التاري جاي بيكضه. وده يا اخواننا يوريك اخلاق العلمانيين، لانه العلمانيه يا اخواننا المبدا والمنهج بتاعها قايم على الكذب والكذب، وعلى انك تغبش على الناس وتكذب عليهم وكل كلام فارغ وباطل. طيب قال فاما الشيوعيه دليلين ذاته. الغريب الزول النجر الكلام، الزول النجر الكلام هو ذاته يا اخواننا بقول انه انا فكري ده بيعمل كده، بلغي الدين، بعرض الدين كذا كذا. يجيك واحد يا دوب له سنتين قال مبارينه، سنتين بس، وداك له كم؟ دار تجي تنكره؟ طيب ده كتاب خلاص، وكتب كثيره، في كتاب اسمه الاشتراكيه الطوباويه والاشتراكيه العلميه لانجلز، قال فوقها انه يعني قال وبما ان حواسنا الماديه لا تعرف شيئا عن وجود الله فقط وجودي انا اكيد. عشان كده انتم خايفين منها، انتم خايفين من كلام الصادق المهدي اللي بيقول، اللي بيقول في كتابه جدليه الاصل والعصر، اللي بيجي يقول وقد خطط الانسانيه في باب حقوق المراه الى خطى واسعه فجاءت باتفاقيه سيداو. ده مع الماني بتاع بخت المرقه ده، مع الماني، مع الماني كويس، تقولوا ما ضد الدين كيف؟ عرفتها؟ القراي الكلمه ذكرها لك شيخ مزمل قبل شويه، الجا قال القران المدني ده، قال الشغل بتاع ناس، قال الان الشغل اللي بينكرون الناس الليله على داعش، والكلمه قال هسه المناقش القبيل برضه قال القرن السابع مش ناس جاهليين ولسه ما تقدموا يعني في الانسانيه. القران المدني فوق شنو؟ القران المدني فوق التشريعات، فوق حفظ حقوق الانسان، فوق تحريم الظلم. القران المدني فوق انه الزول اللي بيسرق يقطع له يده، فوق انه الزول اللي بيزني اذا كان محصن يرجمه، اذا كان ما محصن يقوموا يجلدوه ويغربوه، فوق الدعوه الى الفضائل، فوق الدعوه الى العدل حتى في الكلام. ربنا قال واذا قلتم فاعدلوا. القرآن المدني فوق تحريم الفواحش، القرآن المدني فوق تحريم أخذ وأكل مال اليتيم الضعيف. ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى شنو؟ ظلما. ده في القرآن المدني، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. القرآن المدني فوق المحافظة على أخلاق الناس، فوق المحافظة على أعراض الناس. لو قريت سورة الأحزاب كلها عبارة عن حفظ للأعراض وغيرها من التشريعات الحكيمة العظيمة. ربنا عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فوق حفظ للغيرة بتاعت الراجل عرفتها؟ لأن يا أخواننا لو مشينا بشغلة العلمانية دي الشغلة بتجوب. والله واحد بيحكي لنا مشينا قرية من القرى، واحد بيحكي لنا قال الزول ده قريبي صاحبه عرفته مشى زنى بأخت الزول ده كويس. الزول ده لما عرف في النهاية زول عام زول ما عنده علم يعني، مشى للزول ده قال له اسمع نغطي الموضوع ده وتتزوجها، وطبعا ده برضو حرام لأنه ده بكون زنا مستمر، لأنه ربنا قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو حرام. ده يقول لك نغطي الموضوع كده، انت طبست الموضوع فهمت. المهم قام قال لها زول تتزوجها، قال لها انا اتزوج دي؟ قال لها زول صلح كلامك، قال لها صلح كلامك. فقام اعاد الكلمه ثاني. المهم حجزوهم ودوا الاخت محل ثاني اظن بيت اخوها هنا في الخرطوم. الزول ده جا لاحقها مشى قتل الزول ده ذبحه شفتها، وقال له دي السكين، قال لهم قال لهم انا زول ده ذبحته وماشي لاحق اخته. طلعت عليه قام بقر بطونه او المهم ضبح ومشى سلم روحه. الدين يا اخواننا قال لك حافظ على الاعراض، قال لك ما تهبش. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول، ده في المدني، اياكم والدخول على النساء
قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو، أخو الزوج وقريبه، قال الحمو الموت، لأنه بتودي لمصائب زي دي. الدين ده قفله كله، ودي تشريعات حكيمة لأنها دي حقت رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنا بسألك أنت يا علماني مثلا، لو حصلت لي زول حاجة زي دي بتعوضه بشنو؟ زول حصلت له الشغلة دي بتعوضه بشنو؟ عشان كده الدين من البداية عمل وقاية. ما تعاين ساكن، ما تمشي تكابس تهابش ساكن، ما تقعد مع بنات الناس ساكن، عرفتها؟ عشان كده يا أخواننا ناس القراي غايزهم والعلمانين كلهم غايزهم شنو؟ القرآن المدني، عرفتها؟ وده قل كل من عند الله. وإنت لو دار تناقش جيب لنا حاجة أمر بها الدين بتناقض العقل والذوق الصحيح والفطرة الصحيحة التي قام عليها الناس. أتحداك تقول لي العلمانية البوشي هنا ده في الاعتصام، البوشي هنا قال شنو؟ البوشي قال شنو؟ قال انت، قال الواحد قال لما يقعد مع حبيبته قال، او لما قال يحب له واحده، وطبعا ده حرام. ربنا قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي شنو؟ اخدان. يعني دي محبه للنساء من غير الزواج الشرعي، كويس. قال اعرف انه كان عندها حبيب اول، ده كلام البوشي، اعرف انها كان عندها حبيب اول، قال فيقوم يشاكله. انت ما تشاكله، قال اها يا الخنزير اها. ودي دار باشنيتا، ديل دارين يا اخواننا يغرسوا في مجتمعنا حاجات زي دي، ودي بتربيها العلمانيه. تقول لي العلمانيه ما ضد الدين، والعلمانيه خلت شنو للدين؟ ها خلت شنو للدين؟ انا دار اسال العلمانيه خلت شنو للدين؟ فما تجي يا اخواننا تكذبوا علينا وتدغدغوا على عواطفنا، انتوا اتكشفتوا. بعد ده نديكم خطة، تعالوا عديل قول يا أخواننا القرآن ده ما نافع معانا وكذا، عشان الناس يشلتوكم مرة واحدة. طيب فدي كذبة. بعدين من الكذبات التاريخية، أنا ما أعرف الود ده مسيلم يبقى له شنو، قال جامعة الخرطوم أسسوها الشيوعيين، لما شافها كبيرة قالوا غردوم باشا، يا ولد يا ولد أسسوها الشيوعيين جامعة الخرطوم. أنتوا بتوافقوا يا أخواننا؟ جزاك الله خير. لو راجعت كتاب اسمه ومشيناها خطا كتبت علينا لأحمد محمد أحمد أو أحمد سليمان المحامي، ده كان شيوعي، وأصلا الشيوعية تكونت في مصر، كانوا طلب شيوعيين ناس عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ ومين ومين، مشوا مصر يقروا هناك، قاموا لاقوا واحد من ألمانيا اسمه هندري كوريل، ذكر الزول ده الكلام ده كله هناك، وكونوا الحركة الشيوعية السودانية أو الماركسية السودانية. والكلام ده قريب، عرفتها؟ ما تجي تقول لي يا أخي جامعة الخرطوم أسسوها الشيوعيين. والله أخواننا نحن بالطريقة دي لو قعدنا في السودان 5 سنة مع الحرية والتغيير دي، أنا خايف يغيروا أسماءنا ذات. طيب قال قضايا السلف مكررة، وإنه أي زول بيخش هنا بأي دل علمانية وشنو كلام كده عجيب. قضايا السلف مكررة وإنت قضاياك ما مكررة. قال انتم ما تتكلموا في القضايا الحيه المطلبيه دي ما مكرره، الاكل ما مكرر، هسيت بتكرر الاكل في اليوم كم مره، والبنزين ده في السودان قطع كم مره، مكرر ولا ما مكرر؟ يا اخي انت بتمشي تسمع الفنان يمشي حتى النبق الليله وحتى النبق بكره، ويقول لك جيب لنا الحقيبه ذاته عشان يفتشوا عليك في المكتبه السودانيه ذاته، شغله طويله ما ملا. نحن نغير عليك كيف؟ بعدين نحن بنتكلم عنك انت ما تغيرتها، نحن ما بنغير الموضوع لانه انت ذاتك ما تغيرتها، انت ذاتك قديم، انت من الجماعه القدام، نحن موضوعنا انت تتغير عشان نغير الموضوع، وما بنغير لك. شوف التوحيد ده ما دام الناس بناخذه نتكلم فوقه ليوم الدين، عرفتها؟ ونفس الشكيه حقتك دي، نفس الشكيه حقتك دي، دي حقت قوم نوح. انا ما اعرف النازل بيمشي يقرا القران يتابعوا الكفار ولا شنو. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا يا نوح، قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا وافض الليل يقول فاتنا بما تعدنا، وده ما عندنا نحن والله. طيب فكلام غريب يا اخي. والقبيل ده قال مشى لانصار السنه لانه عندهم سكر، انت حمامه يا زول عصير. طيب قال في زمن الكيزان ما كان بيحاربوا العلمانيين، قال بنفس الانتشار الان. انت يا زول الواحد يكون عمره يومين لو سنتين بس ويقول انتوا ما قال انت حاربوا العلماني. الكتب دي احنا اشترينا، الكتب دي الان ما في، شيخ مزمل ده وقت اشترى الكتب دي في برالمه هنا بكون يا دوب هنا لسه ما فطموا
بدري. انا براي ما الكلام ده ما بقوله من باب الفخر، لانه رد على الزول ده ناقشت شيوعي بيقول الله ما في عديل في جامعة السودان الجنوبي وفي جامعة الخرطوم كلية الطب وكردفان شيخ ابو بكر ده قاعد عرفته في المجمع بتاع الوسط وفي جامعة كسلة وفي جامعة بتاعت الجزيرة وفي جامعة الاهلية، احنا ناقشناه في محلهم وفي النهاية اتعصروا. شيخ مزمل جزاه الله خير مرة عصر لي واحد اسمه هشام ديشانجو بقول لي ديل الصينيين بينكروها مرة واحد، انتوا نص نص ذاتكم نص استوى، انت ما تجي عديل عشان نوريك الله فيه وبعد ذاك تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن بتشريعات الدين، خليك نجيط. فما تتكلموا سايا ناس، نحن كلهم والله بفضل الله قاعدين نحاربهم والناس دي ننجمهم بفضل الله، لا بفضلنا نحن، ولانه ما عندهم حاجه، ما عنده شيء، ولا في واحد بيجي ينقدنا، ولا في واحد قادر يجي يتكلم عننا، انتوا كيزان علمانيين انتوا في النهايه زي ما بقولوا وجهان لعمله واحده. وبعدين ذاته انت لما يكون نقدك انكر على اخونا قال المتحدث الاول دين وما سياسه وسياسه وما دين، لانه المواقف السياسيه دي مبنيه على شنو؟ مبنيه على عقائد. الليله بسالك العلمانيين ذاتهم عندهم حاجه اسمها في العلمانيه عندهم حاجه اسمها التنظيمات التقليديه اللي هو حزب الامه والاتحاد الديمقراطي المبنيين على طوائف، وعندهم حاجه اسمها السودان الجديد وده فيه الحركه الشعبيه والحزب الشيوعي والمستغلين حزب الجمري للعمار المجلد عرفتها، وتاني عندك البعثيين والناصريين، وتاني عندك المستقلين وناس ابراهيم الشيخ. انتوا ذاتكم مقسمين عرفتها، انتوا تقسمتوا كده وتكتلتوا كده ليه؟ لانه مبني على عقيده ولا ما على عقيده؟ مبني على عقيده، فما تتكلم ساكت. طيب بعد ذا قال العلمانيه تحفظ حقوق الناس، طيب المسلمين القاعدين في امريكا ليه ما حفظتوا لهم حقوقهم؟ والكلام ده اخواننا كرروه كثير، ليه ما حفظتوا لهم حقوقهم؟ الصين الان التكتيل القاعد يحصل في الصين لغايه ما ربنا شغلهم بالمرض والطاعون ده، ليه ما قاعدين تحفظوا لهم حقوقهم؟ كويس؟ كلام كثير جدا وكلام واضح، ما في علمانيه بتحفظ، العلمانيه ذاتها لما تجي بتجي بديكتاتوريات. كويس؟ العلمانيين ذاتهم لو قريت تاريخ السودان كله عباره عن شغل بتاع تشيتنج، تعرف التشيتنج؟ شغل بتاع حفر لتحت، حزب الامه حفر للاتحاد. تل الصادق المهدي الرئيس كان محمد احمد المحجوب مشى قال له انزل يا زول، ابيت تنزل؟ لانه هو ادى المهدي جده فلان فلان المهدي، قام قال لهم شيلوا الزول ده، شالوه برا وبقى عمره في روايه قالوا عمره 30 سنه، وفي روايه ثانيه قالوا عمره 29 سنه غيروا له الدستور. كويس؟ شغله جاي طزات. الشيوعيين في العالم ما جو بانتخابات، جو بانقلابات في الصين، في اليمن، في السودان، في 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 في, في روسيا ذاتها. جو بشنو؟ جو بانقلابات وبدماء، ما تجوا تتكلموا ساكت يا ناس. طيب قال حقوق الناس قال. وهسي الدقيق وينه حقنا وينه؟ ناسي دار اشيل، والله دار اشيل لي دقيق من هنا. هل تعرف انه هسي اخونا طيفور هسي جايب معاه الباغات، نحن هنا في شرق النيل المويه ما عندنا. مويتنا ما في، نشرب بالكوار ولاسي. حقوقنا وينه؟ وين هو؟ طيب قال نحمد الله، والله والله سفينا التراب ما دام بالتوحيد نحمد الله ونشكر فضله. طيب قال ليه حقوق المسلم اعلى من غير المسلم؟ لانه ربنا الرفع. عندك راي؟ ربنا الرفع، ربنا سبحانه وتعالى قال افنجعل المسلمين كالمجرم. شوف احنا بنصرح كيف ما بنخاف. ناس حزب الامه قالوا اي كوز ندوس ودوس ما بنخاف، احنا نخاف؟ شغل عجيب يا زول، دي ايات نحن معانا قران، والله ما بنخاف من البلد لو خطيت لي البندقيه جوا خشمينا عرفتها؟ ما بنخاف، ده ديننا نحن. نحن في الاسلام عندنا المسلم عنده حقوق فوق لغير المسلم، لكن ده ما يعني انه نضيع حقوق غير المسلم، ما معناه عرفتها؟ لكن ما اي حقوق بيشيله، نحن عندنا حقوق الولايات العامه والقضاء وكده، غير مسلم ما بتلقى عندنا. نصيحه بنقولها لك ولا بنكذب عليك، ربنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شنو؟ سبيلا. عندك راي اقنعنا، مش قلت حريات؟ اقنعنا. طيب قال نحن لو جات مسيحيه بنقف ضدها، لانك انت جاهل بالعلمانيه، لانه وطبعا ما اسمها مسيحيه اسمها نصرانيه، لكن في النهايه نحن وزول كذاب وجاهل يعني بنعذر عرفتها. لكن
النصرانية ذاتها لو قريت الكتاب المقدس الزول لما يبقى نصراني تمام بيبقى علماني تمام، لأنه بتقول له دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، عرفتها؟ فأنت كذاب ما بتقف ضده، ولأنه جابوا لك العلمانية الآن، جابوا العلمانية الآن هم النصارى. طيب قال دولتكم اللي بتدعو لها، وما الدولة؟ دولة مبنية على عقيدة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عرفتها؟ دي الدولة احنا بنبشر بها. والدولة نحن بنبدأ من المجتمع، هي ما غايتنا، لكن نحن بنبدأ من المجتمع كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أول حاجة بدأ بالدولة، ما أول شيء بدأ بالدولة. وزي ما قال لك أخونا محي الدين قبل، نحن ما ساعين للدولة ولا باكين عليها ولا ميتين فيها، عرفت؟ ولا سالين فوق ذاته الدولة دي. نحن همنا الإنسان الموجود معانا في السودان ولا غير السودان إنه يعبد ربنا، لأنه ربنا خلقه لدي ما خلقه للدولة. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبرضو دي نقطة الودة شريبة من منهج الكيزان، إنه أول حاجة شنو؟ الدولة. وهم الكيزان بس ما دار أطول لك المنبر. هنا حسن البنا قال الخلافة عندنا من أركان الإسلام، عديل كده، مش أركان الإسلام خمسة، الكيزان دخلوا فيها سادس، عرفتها؟ ونحن اللي بنعرف الشغلة دي تب تعرفها. نحن أول حاجة بنبدأ بتصحيح العقائد، نبدأ بأنه نفهم المجتمع لغاية ما يقبل الدين والآيات والأدلة والأحاديث. بعد ذلك نحن ما شرط نبقى نحن حكام، عرفتها؟ المجتمع إذا صلح يصلح. هكذا بدأ رسول الله، عرضوا عليه الملك وعرضوا عليه السيادة وعرضوا عليه الجاه وعرضوا عليه الزواج وعرضوا عليه الغنى، كلها رفضها عليه الصلاة والسلام. قال له لقد جئت بأمر فرقت به جماعتنا وسفهت أحلامنا وشتمت آلهتنا، فلو أردت بالذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا، ولو أردت بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا، ولو أردت بالذي جئت به سؤددا سودناك علينا حتى لا نقطع رأيا إلا إليك، ولو أردت بالذي جئت به زواجا زوجناك من أجمل نساء قريش عشرة، عشرة من زوج لك. النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم بعد ما كمل كلامه وقرأ عليهم من آيات سورة فصلت. قالت أم المؤمنين عائشة كما في البخاري، شوف الكلام علمي كيف، لكن واحد يقول لي عندهم عصير حلو بتاع، عرفتها؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل ألا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. وهكذا جميع الأنبياء والرسل لقوا عندهم ناس مشاكل اقتصادية، في ناس عندهم مشكلة بتاعت علي بلده، في ناس عندهم مشكلة بتاع شنو. الرسل أول حاجة عالجوا الكلام ده بالتوحيد، أول شيء بدوا بالتوحيد. عشان كده نحن انت الان بتحارب في اعراض، انت بتحارب لك في اعراض بتاعت مرض، ونحن بنحارب لك المرض ده من تحت. نشوف كورونا ده ذاته جاي من وين، عرفتها؟ شغل. نبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المهاجرين خصال خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، وقال وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى اعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالاسقام والاوجاع والطواعيد التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. عرفته؟ ما دي العلمانين الصينيين دي شنو؟ الصينيين دي شنو؟ مع علمانين ناس يأكلوا شنو ويأكلوا شنو؟ الإسلام ده ذاته المدني ده لما جه حرم قال خمس من الفواسق اقتلوهن في الحل والحرم، منها الفيران. دي جابت لهم شنو؟ جابت لهم البلاوي. شوف الدين ده ما بينهاك عن حاجة إلا فيها ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، دي الكلمتين علماني، لكن العلماء ألفوا فيها مؤلفات وذكروا فيها كلام كثير، عرفتها؟ ده الإسلام نحن بندعو له. ما الإسلام بتاع الجبهجية، عرفتها؟ الزول يجي تاجر بالدين
وعشان يصل به للحكم، ودي الغاية حقته. ولا بيطبق دين ذاته ولا بيطبق شريعة، ده الشغل بتاع الجبهجية، ما حقنا نحن. والجبهجية بحبوا الحكم، والعلمانين ذاتهم بحبوا الحكم، دارين يحكموا الناس بس. طيب بعد ذاك قال هل طموحاتكم حور عين؟ مين جاب كلمة زي دي؟ ها؟ لو ما ده قصده أيه، طبعا غلط فيها. وطبعا الناس دي اللي احنا لو مشينا نقعد ندقق معهم تدقيق لغوي، المهم برضه والله ذاتهم بيخرج عن مقصوده، لأنه عشان نجي نقري ولا جرومية، عرفتها؟ مش لا جرومية، ولا أنا خايف الكتاب بتاع سنة تانية أساس الناس اللي نلقاهم غلطانين فوقه. وانت عارف من المصايب بتاعت الكيزان ان نوعيتك ده بخش الجامعة، دي من المصايب، عرفتها؟ دي شغلة ذات عجيبة. قال انت مسلم لأنه شنو؟ اتولدت في بلد مسلمين، المشكلة وين يعني؟ ما في مشكلة، عرفتها؟ والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني إلى آخر الحديث. ده المقصود إنه الأصل في البشر الإسلام. الحديث ده رد عليك، ها؟ كالحمار يحمل شنو؟ أسفارة، عرفتها؟ الحديث ده رد عليك. الأصل في الناس شنو؟ الإسلام. بعد ذاك الشرك طارئ، كما جاء في حديث حمار بن عياض المجاشعي في صحيح مسلم الحديث القدسي، وأني خلقت عبادي حنفاء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. فنحن يا أخواننا الدين الإسلامي دين بتاع فطرة، دين بتاع نظافة. أمسك الكتب بتاعت الفقه دي، أمسك من الطهارة لحد يجي يذكر لك المنثورات والملح، عرفتها؟ يذكر لك الجنة والزهد في الدنيا وكذا، كلها حكم تشريع وكلها فايدة للبشر وكلها رفعة لبني آدم وكلها تكريم للإنسان، ونحن ما عاملين به. المشكلة ما في الدين، المشكلة في الناس، المشكلة في البشر الذين شوهوا هذا الدين باسم الدين من داخل الدين. الترابي سنة 8 الدستور الخطاو 98 البند الرابع، أنا شفت الدستور ده عديل، البند الرابع المواطنة أساس الحقوق والواجبات. ما هو الفرق بين الكيزان والفرق بين العلمانيين؟ العلمانيين بيجعلوا كونك أنت مواطن في الدولة لك نفس الحقوق والواجبات. والترابي ذاته الخط الدستور السماوي إسلامي قال في المادة الرابعة من أين يستمد الدستور شرعيته، قال المواطنة أساس الحقوق والواجبات. مختلف مع الكيزان في شنو؟ الكيزان حسن البنا وسيد قطب بيدعو للاشتراكية، تمام؟ ما قرأت كتبهم، كويس؟ ما قرأت كتبهم، قال انتم ما بتحاربون، ما قرأت كتبهم، هذه لا موجودة. وانت الليلة بتدعو للكلام ده، خلاص؟ فالنقاط كثيرة وما جاب له يعني شيء عجيب وكذا. قال نظام الإنقاذ بيساعد في إنشاء الكنائس، وإنه الكيزان كانوا علمانيين واعترفوا بها. الطيب مصطفى ذاته قال لقد تحولت الحركة الإسلامية إلى شنو؟ إلى علمانية. هم أصلا علمانيين. فرصة مفتوحة للمداخلات.